بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد في الحرمين الشريفين في سنته الأولى 37,438,000. والكتاب المقروء فيه هو أصول السنة للحافظ الحميدي رحمه الله تعالى، وينعقد هذا الدرس في المسجد الحرام ليلة السبت 13 من شهر ذي القعدة 38,400,000. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ عبد الله بن الزبير ابن عيسى القرشي الأسدي الحميدي، يكنى أبا بكر ويلقب بالحميدي، فبه ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات، وكأنه جعله له لقباً لأنه اختص به بين بني عمه الحميدات، ولقبه الذهبي أيضاً بالحميدي الكبير تمييزاً له عن غيره ممن عرف بهذا، ومن أشهرهم في العلم محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب ابن حزم ومصنف كتاب الجمع بين الصحيحين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني وفق ما يدل عليه خبر نشأته ومسرد شيوخه، إذ لم يذكر مترجموه السنة التي ولد فيها، لكن من تتبع مشيخته وأخبار نشأته قطع بأنه ولد بعد 50 و100. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 19,200 في شهر ربيع الأول منها، هكذا أرخه بشهره وسنته ابن سعد والبخاري وابن عبد البر، وله من العمر عند وفاته نحو 70 سنة، إذ لا يمكن تعيين مدة عمره للجهل بتاريخ سنته. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة أصول السنة، فهو الاسم المثبت على نسخ الكتاب الخطية، وبه ذكره جماعة، وهو خاتمة المسند، فليس كتاباً مستقلاً برأسه. وصرح بهذا أبو عبد الله الذهبي في كتاب 40 في صفات رب العالمين،
فإنه قال: قال الحميدي في مسنده: أصول السنة عندنا، إلى آخر ما ذكره عنه. والمقصد الثاني بيان موضوعه: اشتمل هذا الكتاب على جملة مختصرة من عقيدة أهل السنة والجماعة، اشتمل هذا الكتاب على جملة مختصرة من عقيدة أهل السنة والجماعة. المقصد الثالث توضيح منهجه. سرد المصنف رحمه الله طرفاً من العقائد السنية السلفية مقرونة تارة بالدليل ودون ذكره تارة أخرى، وربما نقل عن أحد ممن تقدمه كنقله عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة رحمهما الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى في رسالته في أصول السنة: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. وقع مبتدأ هذه الرسالة غفلاً من البسملة، فأصولها الخطية لا تشتمل عليها اكتفاءً ببسملة المصنف في أول المسند، فإن كلامه في أصول السنة تابعٌ لمسنده، فأغنت البسملة في أول كتابه عن إعادتها مع هذه الجملة. ثم شرع المصنف يبين طرفاً من اعتقاد أهل السنة والجماعة قائلاً: السنة عندنا. واسم السنة في خطاب الشرع يراد به دين الإسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث العرباض رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه من حديث أنس بن مالك. فالسنة في خطاب الشرع اسم للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقع في عرف السلف إطلاق اسم السنة على مسائل الاعتقاد التي يخالف فيها أهل البدعة، ثم وقع في عرف السلف إطلاق اسم السنة على مسائل الاعتقاد التي يخالف فيها أهل البدعة، فالبدعة مقابلة بالسنة، فالبدعة مقابلة بالسنة. ثم صار اسم السنة في عرف المصنفين في الاعتقاد اسماً للفن كله، ثم صار اسم السنة في عرف المصنفين في الاعتقاد اسماً للفن كله، فتطلق السنة ويراد بها جميع مسائل الاعتقاد. فتلخص من هذا أن اسم السنة إذا أطلق فالمراد به الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ووقع الاقتصار على بعض أفراده باسم السنة، وهي مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل البدع، ثم جعل هذا اسماً لجميع مسائل الاعتقاد. وقوله رحمه الله عندنا، أي عند أهل السنة والجماعة،
خبرًا عما عليه أئمتها المتبوعين، خبرًا عما عليه أئمتها المتبوعون. وقد ذكر رحمه الله في هذه الجملة من كلامه 7 أصول من أصول السنة، ابتدأها بالأصل الأول المتعلق بالكلام على القدر، فبين أن السنة في باب القدر أن يؤمن الرجل، وذكره خرج مخرج الغالب، فالمرأة مثله. أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والأطراف المتعلقة بالقدر متعددة، ووقع في كلام حرب الكرماني في اعتقاده وابن أبي يعلى في اعتقاده ذكر قدر أوسع مما اقتصر عليه المصنف، فإن المصنف ذكر منها طرفين، أحدهما الخير المقابل بالشر، والآخر الحلاوة المقابلة بالمرارة، فهذه أوصاف للقدر الواقع بالعبد، فإنه تارة يكون خيراً وتارة يكون شراً، وتارة يكون حلواً وتارة يكون مراً. ولابن القيم في شفاء العليل فصل نافع بيّن فيه مراد السلف في قولهم في القدر خيره وشره، حلوه ومره. والوصفان الأولان واقعان في خطاب الشرع في السنة النبوية كثيرا، وأما وصف الحلاوة والمرارة فروي في أحاديث فيها مقال، لكنه ثابت عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن مما يندرج بالإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالقدر الواقع في العبد نوعان، فالقدر الواقع بالعبد نوعان، أحدهما قدر غائر والآخر قدر عائر. أحدهما قدر غائر وهو الذي يصيب من الغور، والآخر قدر عائر وهو الذي يعير أي يخطئ. وهذا وذاك يجب على العبد أن يؤمن بهما على النحو الذي ذكره، وهو وارد في حديث جماعة من الصحابة عند أبي داود وغيره عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وهذه الجملة جعلها جماعة من أهل العلم صفة الإيمان بالقدر، منهم البيهقي في كتاب القضاء والقدر، فإنه ترجم بقوله باب كيفية الإيمان بالقدر، باب كيفية الإيمان بالقدر، ثم ذكر الأحاديث الواردة في هذا المعنى. ونص على هذا أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء في منكر القدر. فالعبد يجب عليه أن يعلم أن ما أصابه من القدر فإنه لم يكن ليخطئه إذ قدره الله سبحانه وتعالى، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه فإن الله لم يقدره أن يصاب به. ثم ذكر المصنف رحمه الله فيما ينطوي على الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ذلك أي ما وقع به من قدر مصيب أو مخطئ كله من قضاء من الله عز وجل. فالقضاء هو بأمر الله، والقضاء والقدر هما صفتان لله سبحانه وتعالى ترجعان إلى قدرته. ومن هنا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، واستحسنها أبو الوفاء ابن عقيل، ثم أثنى عليها مطنباً في نشر معناها ابن تيمية وابن القيم في شفاء العليل وكذلك في الكافية الشافية، وهي تروى عن أقدم من أحمد، فقد رواها ابن بطة أو اللالكائي الشك مني عن زيد بن أسلم أو هما معاً عن زيد بن أسلم
بإسناد صحيح أنه قال: القدر قدرة الله. ومنها أخذه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثاني من الأصول السبعة المعدودة في أصول أهل السنة في اعتقادهم، وهو أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل بدلائل القرآن والسنة والإجماع. وهذه الجملة خبر عن حقيقة الإيمان بأنه ينطوي على قول وعمل، وطرفا الجملة القول والعمل لهما ثلاث متعلقات: أحدها القلب، وثانيها اللسان، وثالثها الجوارح. فالقول والعمل مقسومان على هذه المتعلقات الثلاثة، وأنتجت هذه القسمة أن أصول الإيمان عند أهل السنة تدور على خمسة، أن أصول الإيمان عند أهل السنة تدور على خمسة: أولها قول القلب، وهو اعتقاده كاعتقادنا أن الله في السماء، وثانيها عمل القلب، وهو حركته وإرادته كالحب والخوف والرجاء، وثالثها قول اللسان، وهو الإقرار بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وثالثها عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، ما لا يؤدى من العمل إلا به كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وخامسها عمل الجوارح، وهو حركتها في الأمر والنهي، وهو حركتها في الأمر والنهي. والجوارح هي إيش؟ إيش هي الجوارح؟ ما الجواب؟ هي أعضاء الإنسان، سميت جوارح باعتبار أنها تجترح أي تكتسب، سميت جوارح باعتبار أنها تجترح أي تكتسب، وتسمى أيضا الأركان، وتسمى أيضا الأركان، إلا أن اسم الجوارح ألصق بالوضع اللغوي، واسم الأركان ألصق بالوضع العقلي، أن اسم الجوارح ألصق بالوضع اللغوي، واسم الأركان ألصق بالوضع العقلي. فاسم الجوارح واقع في كلام العرب باعتبار ما ذكرناه من أن العبد يكتسب بجوارحه، يده ورجله. وأما في العقليات فإنهم يجعلون الإنسان مركبا من أعضاء يسمونها أركانا. فإذا قيل عمل الجوارح أو عمل الأركان فهما بمعنى واحد، إلا أن نسبتها إلى الجوارح أولى. فاسم الجوارح هو المعروف في الوضع اللغوي الواقع في الخطاب الشرعي. ثم ذكر أن مما يعتقده أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص. فإيمان العبد يزيد تارة بالطاعة وينقص تارة أخرى بالمعصية، فإذا أتى الطاعة زاد إيمانه بقوة ما يجد في قلبه من الإقبال على الله والرغبة فيما عنده، وإذا وقع المعصية حصل له النقص
بوحشة القلب من الله، فإن العبد يعرف نقص إيمانه إذا آنس في قلبه وحشة وفي صدره ضيقا، وتكون هذه الحال ماسة الإنسان إذا وقع الخطيئة، وأما إذا وقع السيئة فإنها تثمر في إيمانه زيادة. فالزيادة والنقصان أثر الإساءة والإحسان، فالزيادة والنقصان أثر الزيادة والإحسان. ثم ذكر المصنف أنه لا ينفع قول إلا بعمل، فالقول المجرد دعوى وتصديقه العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فلا تصدق دعوى العبد في قوله حتى يعمل. ثم إنما يأتي به العبد من قول وعمل لا ينفعه إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهذا معنى قول المصنف وغيره إلا بنية، أي بأن يكون خالصاً لله عز وجل. ثم ذينك القول والعمل الواقعان بنية لا ينفعان العبد ما لم يكونا وفق السنة، أي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالجملة المذكورة وهي مأثورة عن سهل بن عبد الله التستري وجماعة قبل المصنف يريدون بها بيان المطلوب شرعا، يريدون بها بيان المطلوب شرعا من العبد، بيان المطلوب شرعا من العبد بأن يكون قوله مصدقا بعمله، وأن يكون القول والعمل خالصين لله سبحانه وتعالى، ولا يتم للعبد الانتفاع بقوله وعمله مع الإخلاص حتى يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا وفق هديه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثالث من الأصول السبعة المعدودة في كلامه، وهو ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم وإعظامهم وفضلهم والإقرار بمحاسنهم وفضائلهم وما جعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم من الخصيصة والمزية دون سائر الخلق، فقال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. ووقعت هذه الجملة مجرورة لأن العطف متعلق بقول المصنف: أن يؤمن الرجل بالقدر، فهو معطوف على قوله بالقدر. فمما يؤمن به أيضاً اعتقاد تعظيم الصحابة رضي الله عنهم بالترحم عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي أن من تخلف عن الصحابة في الصدر الأول فإنه مأمور بأن يعتقد في أولئك الأخوة الإيمانية عارفاً بقدرهم قائماً بحقهم. قال المصنف:
فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، أي لن يكون مؤمناً إلا باعتقاد فضلهم والتصديق بما لهم. فمن تنقص الصحابة رضي الله عنهم أو سبهم فهذا على الحقيقة لم يكن منقاداً لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجناب الصحابة. فمن سب الصحابة كلهم أو تنقصهم أو رماهم في دينهم فهو كافر بإجماع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. والسب هو الشتم، والتنقص هو العيب. والسب هو الشتم، والتنقص هو العيب. والفرق بينهما أن الأول من باب الإنشاء والثاني من باب الخبر، أن الأول من باب الإنشاء والثاني من باب الخبر. فمن شتم أحداً فإنه ينشئ كلاماً في الوقيعة فيه، وأما التنقص فإنه يكون عيباً، وقد يكون بحركة كحركة يده أو غمزة عينه أو غير ذلك. ثم ذكر في آخر كلامه: وليس له في الفيء حق، أي ليس له نصيب فيما جعل للمؤمنين من الفيء، وهو ما أخذ من عدوهم بلا قتال، وهو ما أخذ من عدوهم بلا قتال. ثم ذكر تصديق ذلك من كلام الإمام مالك رحمه الله أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين، أي الذين جعل لهم ذلك، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أي يقرون بأخوة الصحابة لهم ويدعون لهم بالمغفرة. فمن لم يقل هذا، أي من لم يعتقد أخوة الصحابة ويدعو لهم بالمغفرة، فليس له مما فليس مما جعل له الفيء. وهذه الجملة ساقها المصنف عن الإمام مالك قائلاً: أخبرنا بذلك غير واحد، أي جماعة من الرواة. ومثل هذا لا يقدح فيه بأنهم مجهولون، بل هذا مما يقوي الخبر، فإنه لو قدر ضعف في أحدهم فإنه يعضد بحال الآخر. فالجماعة المجتمعون إذا أبهموا قوى بعضهم بعضاً فلا يقدح في صحة الخبر، بل إنما تستعمل غالباً في الخبر المستفيض. وقد أشار إلى عدم قدحها في الأخبار العراقي والسخاوي، ووقع هذا في صحيح البخاري في موضع واحد من رواية الحي عن عروة البارقي رضي الله عنه في حديث: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. فإن الحي جماعة مبهمون، هم على قواعد أهل الحديث يوصفون بالجهالة، لكن لما كانوا جمعا شد بعضهم بعضا فصار الخبر ثابتا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحداً يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. ذكر المصنف رحمه الله الأصل الرابع من الأصول السبعة المعدودة في كلامه، وهو الإيمان بأن القرآن كلام الله. فيجب على العبد أن يعتقد أن القرآن هو كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وتكاثرت الأحاديث الواردة في السنة على هذا، وانعقد عليه الإجماع. فيؤمن أهل السنة بأن القرآن كلام الله. ثم ذكر من كلام سفيان وهو ابن عيينة، لأن الحميدية
لم يدرك سفيان الثوري، فما وقع في كلام الحميدي من قوله حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، وكان الحميدي به حفياً، فإنه لازمه 20 سنة وحفظ عنه حديثاً كثيراً، حتى قال الشافعي عند الحميدي 10,000 حديث عن سفيان ابن عيينة، أن سفيان قال القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحداً يقول هذا، أي لم نسمع أحداً من أهل السنة ممن يتبع في دينه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين يقول إن القرآن مخلوق، وإنما هم يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه منزل من الله سبحانه وتعالى، فهو من كلامه، وكلام الله صفته، وما كان من صفته فلا يكون مخلوقاً. ثم أتبع هذه الجملة بجملة أخرى عن سفيان بن عيينة تتعلق بما سبق في الأصل الثاني، وهو كون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأخرها لمناسبة ذكر كلامه في القرآن كلام الله، فأراد أن يجمع كلامه فيما تقدم كله في موضع واحد، بأن يذكر الإيمان ثم ما بعده، ثم يذكر القرآن، ثم يذكر ما يأتره من كلام عن سفيان بن عيينة في هذا. فذكر أن سفيان كان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة وهو أصغر منه يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب، لأن جماعة من الأوائل امتنعوا عن لفظ النقص لا معناه، فهم يؤمنون بالمعنى أن الإيمان ينقص، لكن اختيار اللفظ الذي يدل على هذا امتنعوا منه، فكانوا يقولون الإيمان يتفاضل، منهم مالك بن أنس في أحد قوليه، ثم أطبق أهل السنة على قول الإيمان يزيد وينقص، فأولئك الذين وقع منهم الامتناع عن لفظ النقص في الإيمان لا ينكرون حقيقة النقص، وإنما ينكرون اللفظ المعبر به عن تلك الحقيقة. وفرق بين كون المتكلم ينكر اللفظ والحقيقة أو ينكر اللفظ دون الحقيقة، وهذا يقع في كلام جماعة من المتقدمين، يتوهم منه من يتوهم أنهم يخالفون طريقة غيرهم، فينسب إلى السلف قولين أو 3 في الاعتقاد، وأقوالهم إذا رد بعضها إلى بعض في تلك المسألة صارت في مساق واحد. وفهم كلام السلف في أبواب الاعتقاد خاصة والعلم عامة يحتاج إلى آلة أعظمها كمال المعرفة بطرائقهم رحمهم الله تعالى، فهذه لا تتأتى في مبتدأ الطلب ولا توسطه ولا انتهائه أيضا، بل مع حصول ملكة راسخة في العلم، فإذا حصلت تلك الملكة الراسخة قدر المتكلم في العلم أن يؤلف بين كلام السلف، ولم يمكنه حينئذ أن ينسب إلى السلف أنهم يقولون بهذا وهذا. فإذا قال متكلم إن أهل السنة لهم في القول بالزيادة والنقص قولان، أحدهما القول بأنه يزيد وينقص، والقول الثاني القول بأنه يزيد ولا ينقص، وذكر كلام مالك وغيره، صار كلامه صحيحاً أم غير صحيح؟ غير صحيح، صار كلامه غير صحيح، لأن مالكاً لم يمنع حصول النقص وإنما منع اللفظ، ولذلك قال الإيمان يتفاضل، والتفاضل حصول التفاوت، والتفاوت تكون حقيقته بالزيادة والنقص، لكن مالكاً وغيره امتنعوا من هذا لأجل عدم وروده في خطاب الشرع،
والصحيح أنه وارد في خطاب الشرع. أين ورد؟ آه محمد، الأخ رافع يده يتكلم، تفضل محمد. من ذكر هذا؟ طيب أحسنت، وهذا وارد في خطاب الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات دين وعقل، أذهب للب الرجل الحازم الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص الدين، وهذا هو حقيقة نقص الإيمان، وأشار إلى هذا مستنبطا من هذا الحديث جماعة منهم أبو داود السجستاني في بعض نسخ سننه فإنه ترجم عليه بذلك، والترمذي في جامعه، في جماعة آخرين رحمهم الله. وقول سفيان بن عيينة في آخره: أسكت يا صبي أو يا صبي، فصبي تصغير الصبي، ويصح إرادة هذا وهذا، لكن الفرق بينهما أنه لما صغره باللفظ صغره أيضاً بالمعنى، وأما على صبي فالتصغير هنا في المعنى فقط أنه وعده صغيراً. قال: بل حتى لا يبقى منه شيء، أي أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذه الكلمة مأثورة عن غير سفيان بن عيينة، واستشكلها بعض أهل العلم، وقد ذكر العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ إجماع أهل العلم على هذا، ذكره في كتابه مصباح الظلام، أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذه الجملة لها ثلاثة معان: أحدها أنه لا يبقى شيء من الإيمان الكامل، فيبقى له مطلق الإيمان، ويدل على هذا المعنى الأحاديث الواردة في أن العبد إذا زنى خرج منه الإيمان حتى يكون كالظلة، يعني فوقه، فإذا نزع رجع إليه إيمانه. وليس معنى هذه الأحاديث أنه إذا زنى يكون كافراً، لكنه يكون ناقص الإيمان، غير كامل الإيمان. والآخر أن المقصود من ذلك الوعيد والتهديد، فلا تراد حقيقته وإنما يراد التهديد به. ومنه الحديث الوارد في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، مع القطع بأن مآل عصاة الموحدين دخول جنة رب العالمين، لكن هذه الأحاديث للوعيد، فيكون كلام سفيان من هذا الجنس. وثالثها أن مقصود سفيان التحذير من المعاصي المنقصة للإيمان، لأنها جسر الكفر، وهذا معنى قولهم المعاصي بريد الكفر، أي إذا تكاثرت من العبد وغلبت عليه تخوف عليه الكفر فإنه يقع فيه. وهذا في أحوال الخلق قديماً وحديثاً مشاهد محقق، أن من أسرف على نفسه بالمعاصي ربما جرته تلك المعاصي حتى يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فارتفع الإشكال عن كلام سفيان بأنه يحتمل هذه المعاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله الأصل الخامس من الأصول السبعة المعدودة في هذه الرسالة، وهو الإقرار بالرؤية بعد الموت، أي اعتقاد العبد أنه لن يرى الله سبحانه وتعالى إلا بعد موته. ففي هذه الجملة أمران، أحدهما إبطال رؤية الله في الدنيا،
والآخر الإيمان برؤيته في الآخرة، الإيمان برؤيته في الآخرة. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. قوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم. فلا سبيل لرؤية الله إلا بعد موت العبد. ورؤية الله بعد الموت نوعان، ورؤية الله بعد الموت في الآخرة نوعان. أحدهما رؤية إقرار وتعريف، رؤية إقرار وتعريف، وهذه تكون في الموقف للخلق كلهم، وهذه تكون في الموقف للخلق كلهم. جاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في الصحيحين. والآخر رؤية إنعام وتشريف، رؤية إنعام وتشريف، وهي التي ذكرها الله في مواضع من القرآن وجاءت فيها أحاديث كثيرة، وهي تختص بالمؤمنين، وهي تختص في المؤمنين وتكون في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. ذكر المصنف رحمه الله الأصل السادس من الأصول السبعة المعدودة في هذه الرسالة، بأن يؤمن العبد بالصفات الإلهية التي جاءت في القرآن والسنة النبوية. فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء حسنى ووصفها بصفات علا، فالواجب على العبد أن يؤمن بما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلا. ومدار الخبر عن تلك الأسماء والصفات هو الوحي، لأنها غيب، فلا سبيل للعلم بما لله من أسماء أو صفات إلا بخبر صادق عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال المصنف: وما نطق به القرآن والحديث، أي دون غيرهما. فمرد الخبر عما يتعلق بالله من الأسماء والصفات هو الوحي من القرآن والسنة. وفعل النطق مضافاً إلى القرآن والحديث واقع في خطاب الشرع، قال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وهذا الكتاب يراد به الكتاب القدري، وكذا جاء في آية أخرى، وكلاهما في الكتاب القدري. وإذا صح نسبة فعل النطق إلى الكتاب الإلهي القدري صح نسبته إلى الكتاب الإلهي الشرعي، لاشتراكهما في كونهما كتاباً لله وحكماً له، كتاباً لله وحكماً له. وأما الحديث ففي قوله تعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر المصنف أن القرآن والسنة ناطقان بإقرار الصفات والأسماء الإلهية. قال: مثل قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، ففيها ذكر صفة اليد لله. ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، ففيها إثبات صفة اليمين. قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث، أي ما جاء في هذا المعنى. ثم ذكر ما يجب على العبد فقال: لا نزيد فيه، أي لا نتجاوز ما ورد في القرآن والسنة، أي لا نتجاوز ما ورد في القرآن والسنة، فننتهي حيث انتهى خطاب الشرع في القرآن والسنة. ثم قال: ولا نفسره. ونفي التفسير واقع في كلام جماعة
منهم محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل والحميدي في آخرين. ومرادهم بالتفسير المنفي المعاني الباطلة التي تكلم بها من تأخر عن زمن السلف، المعاني الباطنة التي تكلم بها من تأخر عن زمن السلف. فتقدير الكلام ولا نفسره بالكلام الباطل الذي تكلم به المتأخرون، لا نفسره بالكلام الباطل الذي تكلمه به الذي تكلم به المتأخرون. واضح؟ واضح هذا أم غير واضح؟ طيب لو قال قائل بل قولهم لا نفسره أي لا نبين معاني الأسماء والصفات فنؤمن بها دون التعرض لمعانيها، فما الجواب؟ ارفع صوتي. من أحسن. ويجاب عنه بأن الذين قالوا لا نفسره نقل عنهم التفسير، نقل عنهم التفسير، فمرادهم لا نفسره بالمعاني الباطلة. أما المعاني الصحيحة التي دل عليها الوضع اللغوي فإننا نفسرها به كما فسرها من تقدمنا. فتفسير الأسماء والصفات فيه أشياء منقولة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يريدون بذلك تفسير معانيها بما تعرفه العرب بلسانها، فإن خطاب الشرع عربي والشريعة عربية قرره الشاطبي في الموافقات، فمن خوطب باللسان العربي يعرف معاني ما يلقى إليه من الكلام. فحينئذ قولهم ولا نفسره أي بالمعاني الباطلة، أما المعاني الصحيحة فهم قد فسروها به، فنقل عن هؤلاء الذين سمينا أو غيرهم كلام في تفسير الأسماء والصفات الإلهية. ثم قال نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، أي يكون منتهى القول والنظر لفظاً وفكراً ما دل عليه الكتاب والسنة دون مجاوزة ذلك، لأن الكلام فيما يتعلق بالله في أسمائه وصفاته وأفعاله غيب محجوب عنا، فلا سبيل حينئذ أن نتكلم في تلك الأمور إلا بخبر صادق من الوحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما حجب عنا منها من جنس ما حجب عنا في حقيقة ذاته، فنحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى واحداً أحداً لكننا لا ندرك حقيقة ذاته، وكذلك نعقل معاني أسمائه وصفاته لكننا لا ندرك حقائقها التي هي عليها وهي الكيفيات. ومن هنا قال أهل العلم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ذكره حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في جماعة آخرين. ثم ذكر مما يلتحق بهذا الأصل الذي تقدم اعتقادنا ما جاء في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذه الآية محنة المخالفين في صفات رب العالمين، محنة المخالفين في صفات رب العالمين، فإن أكثر المخالفين في صفات رب العالمين خالفوا في صفة الاستواء، ولأجل هذا اقتصر عليها جماعة بذكرها في عقائدهم، ومنهم الحميدي رحمه الله، فإنه لم يطول القول في آيات الصفات، ولما ذكر آيتين أبى أن يترك هذه الآية الثالثة بعد البيان الذي بيّنه، لأن هذه الآية صارت محنةً وفرقاناً بين أهل السنة المؤمنين بما عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، وبأولئك الذين أحدثوا ما أحدثوا في صفات الله وأسمائه. ثم قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي، أي من قال بغير إثبات الأسماء والصفات فقد وقع في التعطيل والتجهم. واسم التعطيل المراد به النفي، فأصل التعطيل التخلية، فأولئك الذين يخلون الله سبحانه وتعالى مما ثبت له من الأسماء والصفات هم يعطلونه عما له من الكمال، وهم منسوبون إلى التجهم
لأن من أشهر القائلين بهذا المذهب الجهم بن صفوان، فنسب من قال بقوله إليه، وقد كان ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، فهو من رؤوس أهل البدع والضلال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته، وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم. حبسه، احذفوا تاء المربوطة، هذه هي هاء ليست تاء، حبسه عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم، وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الأصل السابع من الأصول السبعة المعدودة في هذه الرسالة، وهو ترك التكفير بالذنوب، ترك التكفير بالذنوب وهجر طريقة الخوارج. فإنه قال: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، وهم فرقة من الفرق الإسلامية، زعموا أن العبد إذا وقع في كبيرة من الكبائر يكون كافرا، فالزاني عندهم كافر، وشارب الخمر كافر، وآكل الربا كافر. وأهل السنة والجماعة يقولون إن من وقع في شيء من هذه الكبائر فإنه لا يخرج من دائرة الإسلام مع فقده كمال الإيمان، فهم تارة يقولون مسلم ولا يقولون مؤمن، وتارة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويسمون هذه المسألة مسألة الفاسق الملي، أي من وقع في كبيرة من الكبائر مع عدم خروجه من الملة فهو من أهل الإسلام، وأما الخوارج فإنهم يخرجونه من دائرة الإسلام. ثم قرر المصنف رحمه الله تعالى ما يحصل به الفرق بين طريقة أهل السنة وطريقة أولئك الخوارج، فقال: ولا تكفير بشيء من الذنوب، أي أنه لا يكفر أحد بشيء من الذنوب. واسم الذنوب في كلام الأوائل يريدون به الكبائر، يريدون به الكبائر، فما وقع في عقائدهم في قولهم: لا نكفر أحدا بذنب، أي بكبيرة، أي بكبيرة، فهذا هو الذي نقله الأوزاعي وغيره عن السلف، فلا يراد مطلق الذنب، وإنما يريدون عند النفي في قولهم: لا نكفر أحدا بذنب، أي لا نكفر أحدا بكبيرة،
أي لا نكفر أحداً بكبيرة، فهم خصوه في اصطلاحهم بما شهر عن الخوارج من التكفير بالكبائر. فإذا قال أحدهم لا نكفر أحداً بذنب لا يريد مطلق الذنوب وإنما يريد الكبائر، فإنهم لا يكفرون بها. وإذا كانوا لا يكفرون بالكبائر فمن باب أولى أنهم لا يكفرون بالصغائر، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بمجرد الذنب، أي من حيث هو ذنباً، أما إذا اقترن به معنى آخر وهو استحلاله فهذا هو الذي قالوا فيه ولا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله. فإذا شرب أحد الخمر وقال هي حلال، أو أكل الربا وقال هو حلال، أو غير ذلك من الكبائر، فإنه يكفر لا للكبيرة وإنما للاستحلال. والمراد بالاستحلال اعتقاد الحل، اعتقاد الحل، فإذا اعتقد كونها حلالاً فإنه يكفر بذلك لتكذيبه بخطاب الشرع الوارد في القرآن والسنة. فأخبر المصنف أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر، ثم قال إنما الكفر في ترك الخمس، أي في ترك مباني الإسلام. وهذه المسألة غير المسألة المتقدمة، وهي مسألة التكفير بمباني الإسلام، التكفير بمباني الإسلام. فقال في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، ثم شرع يبين ما يكفر به وما لا يكفر به منها، فقال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه. هكذا وقع بالتذكير للتأنيث، ومراده الفعل، فلا يناظر تاركه يعني تارك الفعل بهن، فلا يناظر فيما رآه من الترك. قال من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامداً عن وقته. فهو يرى أن من ترك الشهادتين أو ترك الصلاة أو ترك الصيام فإنه كافر، وعلله بقوله أنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، أي له وقت محدود، وأن من قضاه بعد عامداً لا يجزئ عنه. ثم شرع يبين ما لا يكفر به من هذه الخمس، وهو ترك الزكاة والحج. فالحميدي لا يرى أن تارك الزكاة والحج يكون كافراً، وعلله بأن تارك الزكاة قد أمسك حقاً لمساكين وحبسه عنهم مدة، فإذا أداه إليهم ارتفع عنه الإثم في ذلك فلا يكون به كافراً. وأما الحج فإنه أخبر أن من حج، أن من ترك الحج، أنه متى من ترك الحج ثم أداه فإنه لا يأتم حينئذ بتأخيره، وأن من مات ولم يحج وهو واجد يعني مستطيع فإنه يسأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. وروي في هذا حديث لا يصح، أن من مات ولم يحج سأل الله أن يرده إلى الدنيا ليحج. قال ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤدياً عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، أي لأن الحج دين لله، كما أنه لو كان لأحد عنده مال فرده كان ديناً له رده فبرئت ذمته. وهذا أحد الأقوال في التكفير بمباني الإسلام الخمس. والأظهر والله أعلم أن تارك الشهادة كافر، وهذا أمر مجمع عليه أن من ترك الشهادتين فهو كافر. وأما ما زاد على ذلك فأهل السنة قديماً وحديثاً مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى التكفير بهذا دون التكفير بذاك، والأرجح أنه لا يكفر من الأركان العملية سوى الصلاة، فإنه يكفر تاركها، ونقل عليه الإجماع وفيه بحث، لكن الأدلة على كون تارك الصلاة يكفر. وأما باقي الأركان وهي الصيام والحج والزكاة فإنه لا يكفر بتركها والله أعلم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في الدرس الذي يليه، وهو كتاب عمل اليوم والليلة للحافظ ابن حجر
المكي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، لأن المكيين منهم ابن حجر. من هو ابن حجر المكي؟ الهيتمي الفقيه. ونحن في مكة ذكرنا المكيين. جزاكم الله خير.